وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا من السحر إنما صنعوا كيد ساحر. اللي سوى ذاله كيد ساحر، كيد نكرة أضيف إلى المفرد ساحر، ذولا كانوا سحرة مجموعة مو واحد اثنين. ليش الله تبارك وتعالى يقول كيد ساحر؟ يدل على الوحدة. لماذا؟ ربما يريد بيان أنه وإن كان السحرة أفراد متعددين ولكن في الواقع مرجعهم إلى شيء واحد، هذا كأنه سحر ساحر واحد. الكثرة كثرة الباطل لا تخوفك، الأبواق الإعلامية لا ترعب الإنسان، الباطل كله على كثرته وعلى ضجيجه وعلى تعدده وعلى اختلاف أشكاله وتنوعه الموجود فيه، كل شيء واحد في مقابل الحق، لا تخاف منه. ظاهره متنوع ولكن باطنه شيء واحد. الإنسان إذا شافه هواية يخاف من اليمين من اليسار من الشرق من الغرب، الشبهات التي تدهم المؤمنين وما أشبه ذلك، الأبواق الإعلامية، الضجيج الصارخ، فقد يشعر في داخله بالضعف أمام قوة الباطل، هذه القوة اللي في ظاهرها كثرة. الله تبارك وتعالى يقول لا، ذولا بمنزلة سحر ساحر واحد، لا يخوفك كثرة الباطل، أنت على حق، أنت أقوى. هذا الباطل كله متشابه ويزول بقوتك المستمدة من قوة الله تبارك وتعالى وبإرادتك وبحقانيتك. لذا على طول التاريخ الباطل كثير الحق قليل، ولكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.